السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا لي بروبريتي نتاع الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك لي بروبريتي هما عباره على دي فورمول ماذا بينا دونك نحفظوهم. باهي نبداو من الاول، ناخذوا ا و ب يكونوا زوز ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو هي عندنا اول بروبريتي؟ هي شنو هي؟ كي ناخذوا ln دو ا فوا ب هي بيدها ln دو A plus ln دو B. دونك ln ترد لفوا تردها بلوس. ردوا بالكم فما عباد تغلط ساعات يحطوا البلوس ln دو A plus B في بالهم توالي فوا، هذه حاجة غلطة. دونك حاولوا ما نغلطوش. B دونك ln دو A sur B تعطينا ln دو A moins ln دو B. دونك شعنا زادة ln دو A sur A ln de 1 sur a متاخذه من هذايا ك particulier لهذايا. دونك تعطينا يبدا ln de 1 كي نطبق الفورمول هذه تعطينا ln de 1 moins ln de a و ln de 1 نعرفوها 0 دونك تعطينا directement moins ln de a. باهي اللي بعدها ناخذ ln de a puissance n تعطينا البيسونس. كي تبدا البيسونس في وسط ln مش البر، البيسونس هذيك تهبط دونك تولي n fois ln de a وبالطبيعه n appartient à z. Donc quel que soit le positif ou le négatif n مثلا a puissance moins 2 donc tabt le moins 2 l'autre. Mais on a حاجه اخرى لهنا ln de a puissance r هي بيدها نهبطوا الr هذيك دونك تولي fois ln de a. شنو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه اللي r appartient للq. بي دونك ار ابارتيان كيو مثلا شنو هي شنو هو العدد اللي ابارتيان كيو مثلا 2 سور 5 موانز موانز ان دومي اللي بداو اللي بداو راسيونيل. دونك المشكله انه الفورمول هذه ما تتقرا كان في الدرس اللي بعد هذا اللي هو في الفونكسيون اكسبونونسييل. دونك في اللوغاريتم في الدرس اللوغاريتم برك نقراو كان الفورمول هذا ومن بعد نوليو نطبقوا الفورمول هذا. دونك ماذا بينا دونك هاو من توا نعرفوها خير. بنعطيكم اكزامبل هذا مثلا ناخذ ln دو غاسين دو ا. نعرفوا اللي الغاسين الغاسين تاع ا هي بيدا ا بوسونس ان دومي. دونك ln غاسين دو ا قلنا تولي ا بوسونس ان دومي. الان دومي هذيك ابارتيان ا كو نابارتيان با ا زيد. دونك الان دومي تابلو تولي ان دومي فوا ln دو ا. باهي عندي تو نكملوا بدي رومارك. بيه طيب احنا من الاول كي خدمنا خدينا ا و ب ستريكتومون بوزيتيف كاكا ولا. دونك كي ناخذوا توا ا و ب مي كي يجيو ا و ب ماهمش بوزيتيف. مثلا ناخذوا ا و ب ابارتيان ار ايتوال اي دو ميم سين. دونك كي ناخذوا نحنا الان دو ا فوا ب الاف و بي هما كي يبداو زوز بوزيتيف كيما شفنا في البارتي الاولى هذايا دونك ما فما حتى مشكل تولي ln دو ا بلس ln دو بي. كي يبداو زوز نيجاتيف هذي نيجاتيف وهذي نيجاتيف كي نضربو في بعضهم تجي بوزيتيف دونك سافا نجم نحطوهم في وسط الln. اما كي نجمش نطبق الفورمول ما نجمش نكتب ln دو ا بلس ln دو بي هذايا غلط. علاش غلط؟ خاطر ا نيجاتيف والبي نيجاتيف وحنا قلنا لازم الزوز يكونوا بوزيتيف. دونك شنعملو في الحالة هذايا؟ نحطو فالور ابسولو. كيما نعرفوش اللي ال اول دونك كيما نعرفوش اللي ال اول بي هما بوزيتيف دونك لازم نحطو فالور ابسولو. نفس الشيء اللي كنا نحكيو فيه لهنا يطبق زاد على البويسونس. دونك ln دو ا بويسونس ان لهنا مثلا كي تبدا ال ا نيجاتيف والان تكون مثلا بير دونك تجينا ال ا بويسونس ان بوزيتيف دونك معنا حتى مشكل. اما كيفاش نهبط الان تبقى ال ا نيجاتيف تولي مشكله. دونك نهبط الان ما نحطش ln دو ا لازم نحط فالور ابسولو دو ا. واضح ظهر لي. دونك السلام عليكم ونتعدوا الفيديو اللي بعده.